هكذا قلب ابو جوده يعاني الاحوال عندي يا مار راح ارتاح ذا الموت جالي يا حنيني حنين الطفل بين الاهالي لا بكى من فراق امه ودمع العيون سال من فقد الحنان ما عاش مرتاح سالي يشرب القهر والاحزان في وسط فنجان قصيده بعنوان فراق الام كلمات الشاعر جمال شوباص ابو جوده ألقاها تعزية بعد وفاة والدتها المقبولة بإذن الله من أهالي قرية الوكر بني شوباص قبيلة عنس يلحنها فايز أبو شمس يعزفها أبو خل عبد الفرحان ويقحها زياد فرحان مع تحيات تسجيلات الفايز تمام بسم ربي بدعت القول بأول ما قالي أطلبه باسمه الأعظم يحقق لي الأمل أشقق ذي له أشواقي من أول وتالي وأقربائي وأعمامي جميعا مع الخل ربي جالي خبر محزن من إنسان غالي وقصي الوافي بالعلم قد ضيق الحال رب جالي خبر محزن من إنسان غالي وقصي الوافي بالعلم قد ضيق الحال اتصل بي وانا بالشغل قاعد لحالي آه يا قهر قلبي كم تحمل لي الثقال كل ما قلت بايض طلع من الحزن بالي هكذا قلب ابو جودة استرح من تعب بقعة ومن كثر الأهوال رب سألك لها جوانه وفي قصر عالي رحمتك خصها يا الله يا خير متعال رحمتك خصها يا الله يا خير وتعال هي بزتني وجابت كل حالي وغالي والحزن لي ومن عنده حزن للجامع قال يا حنيني حنين الطفل بين الأهالي لا بكى من فراق أمه ودمع العيون سوال من فقد للحنان ما عاش مرتاح سالي يشرب القهر والأحزان في وسط فنجال قالها القاسمي إذا قد الموت أتاني ياخذ اللي قادو مكتوب والموت وصال قالها القاسمي إذا قد الموت
المكتوب والموت وصل أحمدك وشكرك يا ربي يا ذو الجلال أحمدك والحزن يجري على الخد سيال آه من باطلك يا الموت يا قهر حالي كيف تسخطش لأمي وهي كل الأمال والنكد والضالك والضيق قطعني يوصال بعدها الهم والأحزان زاد اشتعالي والنكد والضالك والضيق قطعني يوصل من رحيلش ما كان القهر والدمع سالي قرب العيد يا غابني عليش والفورق ضال قبل نختم أريد أشكر جميع الأهالي قرية الوكر كم من جيد وافي وجمال قبل نختم أريد أشكر جميع الأهالي قرية الوكر كم من جيد وافي وجمال ما يكفيني أشكرهم بهذا المقالي بس برسل تحياتي لهم عبر موال والختام أحمدك يا من تجاوب سؤالي واطلبك ترحم أمي تدخل الجنة قبال رحمتك تشمل الأموات وارحم لحالي وارحم الكل يا رحمن واصلح للأحوال والصلاة للنبي أعداد ما الذنب لالي خاتم الأنبياء المختار ضاهم على أوال تواصل مع فايز أبو شمس على هاتف 721-690-400 أو 7111-5-0-490.